عبارة أسد النهر وهاجمه تمساح. اعتقدت أنه تم التخلي عن الأسد، لكن نهايته كانت مفاجئة. هذا التمساح يراقب فريسته، إنه يراقب تصرفات العدو. تنتظر أفضل وقت للهجوم، لكن الفريسة التي تراقبها هي الأسد المعروف بملك المروج. يعيش الأسد على الأرض بينما تعيش التماسيح في المياه، فعندما تشرب الحيوانات المياه فيجب عليها الحذر من تلك الوحوش الفتاكة. عندما يتحدى التمساح الأسد فمن سيصبح طعاما؟ نحن لسنا غرباء عن التماسيح، وغالبا ما تكون هناك تقارير إخبارية في حياتنا تفيد بأن التماسيح تأكل كل شيء. التمساح باعتباره أفضل مخلوق في السلسلة الغذائية شرس جدا. يمكن أن ينمو التمساح البالغ إلى 2 أو 3 أمتار، ويزن ما بين 200 إلى 300 كيلوغرام، ويكون كبيرا وقويا وأسنانه حادة للغاية. له أنياب طويلة في مقدمة الفم. إن ذيل التمساح قوي لا يساعده في السباحة فقط، بل يساعده أيضا في الهجوم والدفاع، حتى إن التماسيح تصطاد أنواعها عندما تكون جائعة. إن الأسد شرس أيضا للغاية، يعرف باسم ملك الأراضي العشبية. إنه ضخم يبلغ طوله 3 أمتار، ويزن وزنه الأقصى أكثر من 500 رطل، أي ما يعادل وزن 4 رجال بالغين. بالإضافة إلى ذلك فإن أسنان الأسد متطورة للغاية. في المبارزة بين الملوك من سيكون الفائز؟ كان الأسد الذكر مؤقتا على ضفاف النهر، ووضع كفوفه في الماء لاختبار ما إذا كان التمساح سيهاجم. لكن التمساح الماكر يعرف أنه إذا شن هجوما في هذا الوقت فلن يكتفي بالعض، بل سيجره الأسد أيضا إلى الشاطئ ويصبح طعامه، فيبقى التمساح في المياه ولا يتحرك. التماسيح زواحف متقدمة يمكنها العيش في المياه والصعود إلى الأرض. يوجد نوع من الصمامات ينمو في أنوفهم، إنه مرن وسينغلق تلقائيا في المياه، لذلك يمكن للتمساح أن يتنفس بحرية في المياه ولا يدخل الماء إلى الجهاز التنفسي. يعتمد التمساح على الرئتين في التنفس، والجهاز التنفسي متطور للغاية. ومع ذلك فإن الأسد يعيش على الأرض ولا يمكنه البقاء تحت المياه لفترة طويلة مثل التماسيح. أخيرا نزل الأسد إلى المياه. عند رؤية هذا بدأ التمساح في الاقتراب منهم ببطء. ليس من المؤكد ما إذا كانت لديها فرصة للفوز. ذكر الأسد البالغ لديه لبدة طويلة وهو قادر جدا على الهجوم. غالبا ما تصطاد الأسود المخلوقات الكبيرة مثل فرس النهر والفيلة. يتعين على الفهود التخلي على 3 نقاط عندما يرون أسدا. أما بالنسبة للضباع التي غالبا ما تطارد الأراضي العشبية، فيمكن للأسود التغلب عليها بسهولة. من الواضح أن التمساح ليس خصمهم، لكن التمساح لم يرغب في الاستسلام. تردد مرارا وتكرارا وما زال يعض الأسد يسبح أمامه. رد الأسد بسرعة. على الرغم من أن التمساح قام بسحبه إلى المياه، فقد قام على الفور بتشغيل وضع الهجوم المضاد. هناك القليل من المواجهة بين التمساح والأسد. عندما يدخل تمساح إلى منطقة الأسد يعضه الأسد وليس كغذاء. التمساح له جلد سميك ودروع سميكة، يصعب على أسد بالغ أن يقتل تمساحا. فالتمساح يشن هجوما على الأسد، ولا يستطيع التمساح أن يفعل شيئا بالأسد، لأن الأسد بطبيعة الحال قوي وله أسنان حادة. لكن الأسد لا يستطيع فعل أي شيء للتمساح،
موقف الأسد من التمساح هو الطرد دائما. كما سيواجه الأسد مالك المراعي الحيوانات التي تصيبه بالصداع. قد تتربص التماسيح لصغار الأسود وأمهاتهم من اللبؤات عند عبور النهر أو الاقتراب من مناطق نفوذ تلك التماسيح الفتاة.